يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قاعدة مشهورة، لكن السؤال هل هي صحيحة أم لا؟ نجمع الناس ثم نصحح. من قال هذا؟ هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إحنا ما نحتج إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن جمع الناس الشو عليهم جمعهم، ما يجتمعون ما يطيعون إلا على العقيدة. من قبل التوحيد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يقبل الاجتماع معنا، أما من خالفنا في العقيدة فما يمكن يجتمع معنا أبداً، وإن اجتمع ظاهراً فهو لم يجتمع معنا بقلبه وباطنه، وإنما هذا نفاق، إنما هذا نفاق ولأغراض الله أعلم بها. فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي اجتمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا متعادين متقاتلين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا هو الذي جمع الناس، عقيدة التوحيد والإيمان بالله عز وجل. نعم.